يا هلا والله مسهلا. قبل ما نبدأ تقريرنا على السيارة، هذا تطبيق مستعمل الشهير، تقدر من خلاله تتصفح قسم السيارات وتشوف السيارات اللي معروضة للبيع من أصحابها، تتواصل برضو معهم مباشرة، تتصفح كل الأقسام والسيارات بكل سهولة زي ما احنا شايفين قدامنا، وتقدر أنت تعرض سيارتك إذا ودك تبيعها مباشرة عن طريق التطبيق. وترى التطبيق متوفر على أبل وأندرويد وهواوي. وخلونا الحين نبدأ تجربتنا على السيارة. يا هلا وسهلا في الجميع، أنا عند فورد الجزيرة، فرع عمر الرئيسي على خريص، او فرع كبير خلينا نقول خريصه، ما شاء الله جدا هائل الفرع. عموما انا جاي عشان هالسياره الجميله فورد اكسبلورر 2021. طبعا تجي فئتين، هذه كلها ستاندرد لكن فئتين تختلف المحركات. هذه في 6 3.3 285 حصان، جدا جميل جدا رائع، لكن انا مهتم في الفئه هذه. هذه تجي 4 سندر ايكو بوست، يا جماعه الخير ماكينه جدا صغيره، لكن المميز في الثنتين هذه او المميز في الجيل هذا خلينا نقول انها صارت دفع خلفي، يعني صارت في سالفه الدفع امامي اللي كانت موجوده بالجيل السابق انا صراحه ما كنت احبها، خاصه انها تعتبر سياره عائليه، يعني الستاندر كان دفع امامي، لكن الحين خلاص رجع نفس الجيل اللي قبل السابق اللي هو 2010 2009. تجي ماكينه طوليه تروح للمحور الخلفي مباشره، ما تجي دفع امامي والسوالف هذه كلها راحت خلاص. طبعا هذه تيربو تشارج ايكو بوست 300 حصان يا جماعه الخير، يعني توفير بنزين وقوه، خليني أوريكم طاقة كفاءة الطاقة، يعني تخيلوا الحجم هذا اللتر يمشي 13.3. طبعا هذه تكون بأحسن ظروف أو يعني تقريبا. ف هذا بشكل عام المواصفات. طبعا تجي زي ما قلنا 4 سندر تيربو 10 نمر الجير، يعني توفير 100% بإذن الله. فهذه الوجهية بشكل عام صارت يعني شوي متوحشة خلنا نقول هجومي. هذا الستاندر ما فيها ولا شيء. تجي هنا عندك أماكن كشافات سودة كامل. طبعا الستاندر صراحة الأمانة شكلها شوي كذا يعني سوح، لكن اللي بياخذ السيارة هذه بياخذها للأداء بشكل عام اللي هو تحميل كفاءة البنزين قوة السيارة، ويعني تخدم العائلة بشكل عام. وميزاتها إن فيها الأمان كامل بإذن الله والكامل الله، فيعني ما تخاف، يعني أهم شيء الأمان عموماً ما قصر فيه، خلاص تأخذ السيارة تستخدمها استخدام عائلي يعني وتأدي غرضها بشكل كامل. من الجانب نرجع مرة ثانية شكل السيارة، هذه عندنا الويل أرتش، هذا اللي يسموه عند الرف عارف سودا. الديزاين هذا خلاص صار موجود في أغلب السيارات، حتى الفول كامل يجي منها بعضها الرف عارف هذا في أسود. هذا الجنط يجي كفرات بريلي بي زيرو، مرايات سوداء، المسكات سوداء، اللي تحت الباب هذه الأزياء كلها أسود بلاستيك. هذه من الداخل، خلينا نترفع عليها وشغل السيارة. هذا هو المفتاح، بسم الله. طبعا سامعين صوت الأربع سندر، دائما يجي عالي شوي لكن يخف أول ما حرارة تجي على معدل الطبيعي. عندنا شاشة معلومات في الوسط وعدادات عادية، لكن زي ما قلنا هذه في الستاندر. داخل عندنا دركسون يعني بلاستيك مقوم، ما هو جلد، لأن هذه بيئة الستاندر. ثبت السرعة، هنا عندنا الفويس كماند تعلي وتكسر الصوت، من هنا ذا اللي تقصر، وهذا مثبت فوق. هذه الشاشة، ما أدري أتحكم فيها كيف، لكن الصوت أوكي. فيها بلوتوث، أتوقع الأبل كار بلاي نفس الفورد اللي هي تورس يجي وايرلس. عندنا مدخل تايب سي ومدخل يو اس بي عادي، وهذا 12 فولت. عندكم إنارة هذه قاعد تنور الدرج نفسه، طبعا مساحة تخزين بعد تقدر تخزن فيها اشياء. صراحة في يعني شوف يدي من راحت. هنا متحكم تكييف، صراحة منظرها جميل وجاي كذا يعني منزلقة. هنا عندنا مساحة تخزين، وهذه الشاشة زي ما شفنا وتكييف. الجير صار فرار صراحة، يعني
اشوف الفرار جدا جميل، احسن من الازرار اللي جت بعض السيارات. جنط الكتروني، هذا اوتو هولد اتوقع، اي ولا عشان الكبوت مفتوح. اي خلني اضبطه. اوكي هذا اوتو هولد. هنا عندنا تراكشن، صراحة أول مرة أشوف شكل هذا التراكشن، ما عرفته الغطاء شوف طلع التراكشن. أوكي حلو، هذا الأوتو ستارت ستوب اللي عندي الإشارات هذه، يطفي السيارة وشغلها. هنا في اثنين كلمتين مكتوب مود، خلنا نشوف هذه. أوكي نمط القيادة هذا، تروح يمين يسار، بس غريبة حاطين زر يروح يمين يسار، يعني صراحة جدا كبيرة، لكن عموما هذه هي موجودة. هنا تحافظ الجوال، وهنا تحط حقة الأكواب. هذا الدرج في منفذ 12 فولت هذا التقليدي، صراحة الدرج يعني ممتاز نسبيا. هذا وشو هذا بشكل عام جهة السائق. خلونا ننتقل إلى مقعد الصف الخلفي. فهذا المقعد، الكرسي كان مضبوط صراحة على طولي، مساحة جدا هائلة. طبعاً واحدة من يعني خلنا نقول ما نبقى العيب، لكن واحدة من الأشياء اللي موجودة في الدفع خلفي إن يكون هنا في زي المطب صغير، صراحة جدا صغير هنا، يعني بعض السيارات تكون جدا هائل كبير ضايق، لكن هنا والله صغير ما تقريبا مو مؤثر نهائيا. يعني هنا عندنا منفذين 12 فولت. أوه حامل كوب جميل صراحة، شوف كيف. أوكي نقفل هذول. تحكم تكييف مستقل في الخلف، والتكييف جايب السقف زي السيارات الأمريكية القديمة اللي نعرفها، في كل السيارات الأمريكية طبعاً الكبيرة كانت زي الجموس والإكسبيديشن والأشياء هذه، شيء جداً جميل ورائع. فالمساحات والله يعني ولا غلطة. هنا عندنا علاقة كلها LED نوار خلفية، وهذه هي حق التكييف، يعني حجمه حلو يكفي إني برد خلفي. فينا تكايف في الوسط، لكن ما أبغى أشيل القرطاس عشان خرب سيارة جديدة. يعني خلنا نشوف الشنطة فيها. طبعا واحدة من الأشياء الجميلة في السيارة، شوفوا هنا في مرش موية ينظف المراية في حال توسخت السيارة. طيب خلنا نفتح من هنا. أوكي أوتوماتيك ما شاء الله، طبعا هي ستاندر لكن شوفوا يعني حاطين شوية أوبشن. هذه هي الشنطة بشكل عام، هنا حاطين أدراج، هذه تقدر تحطها وتشيلها بكيفك كذا، تسحب مرتبة. شوفوا تكات الراس كيف صغيرة. طبعا هذه شغلتها مو بس ان تكات الراس، هذه السيفتي، يعني اذا حد جرس ورا لا سبحان الله باي حادث عشان رقبته لا تنكسر تكون هذه موجودة هنا. هنا هذه خلنا نرجعها مكانها، جدا جميل. خلنا نقفل الشنطة. هذا كرسي نصبطه، لكن ما ادري كيف ابي اروح للصف خلفي. خلنا نجرب. اوكي كذا خلنا نقدمها وبجرب اروح ورا. بسم الله. صراحه يعني حق اطفال بالعربي، يعني في عندنا هذا البلاستيك شوي ضيق هنا جهه، هذه في هنا هوك حق الأكياس، هنا مساحة تخزين وكب هولدر، هنا حرفيا حق أطفال، يعني ما نكذب عليكم ما أتوقع يعني إذا رجع كرسي بصير كذا، ما يمديني. خلني أرجع الكرسي يعني، طبعا الظهر مو راجع آخر شيء، لكن هنا عندي شوية مساحة. لكن هذه صراحة ضايق إذا كنت راكب، إذا كنت حجمك شوي كبير زي يعني. خلنا نطلع من السيارة. تكلمنا عن كل اغلب الاشياء الموجوده في السياره خارجيا وداخليا، الحين بوريكم ورقه خلينا نقول المواصفات اللي فيها والسعر. زي ما قلنا هذا فيها ستاندر الاربع سلندر، سعرها مع الضريبه 161,805 ريال. وهذه المواصفات اللي حاب تصور الشاشه، طبعا 6 سلندر 4 سلندر 10 سرعات، مقاس الشاشه 8 انش، فيها حفاظ على المسار او تنبيه عن خروج على المسار. يعني هذه بعض المواصفات الموجوده فيها كستاندر، صراحه اشوفها جدا جميله.
طبعا الجنجل الايرباجات كامله، تراكشن، اي بي اس، كلها كامله في السياره. ف وش رايكم في السياره؟ اعطوني رايكم. انا عني اشوف سالفه الدفع خلفي رجعت، هذه واحده من الميزات اللي تميز اكسبلورر عن منافسينها.